السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What's up guys؟ اليوم غادي نتحدثوا على pronunciation، النطق، يعني تعليم النطق في الإنجليزي. Alright, pronunciation. We're gonna pronounce some words. غادي إن شاء الله غادي كي غادي ننطقوا نتعلموا ننطقوا بعض الكلمات. Okay, 15 words، يعني تقريبا 15 كلمة. Alright. So we're gonna pronounce them. Alright, غادي نطقوهم، غادي نشوفوا المعنى ديالهم. Alright. وقبل ما نبداو، بالنسبة للناس اللي ما مشتركينش ينضموا، اوكي، ينضموا للعائلة ديالنا، اوكي، باش تعم الفائدة إن شاء الله. اوكي، so إذا let's go. abandon يتخلى عن او يترك. abandon okay، هذا verb، فعل. okay، abandon. next، absent غائب. I'm absent، انا غائب. okay، ضدها حاضر. okay، absent. next، awful. فظيع، سيء، شي حاجة مقززة، شي حاجة not good. next، bad. alright، bad، سيء. next، bag يعني حقيبة. اوكي، حقيبة تسمى bag. baggage أمتعة. baggage يعني أمتعة. اوكي، حقائب وما إلى ذلك يسمى baggage. next، baggage أمتعة. baggage. next، luggage. okay، luggage ولا baggage تقريبا راه بحال، يعني عندهم نفس المعنى. okay، هما الحقائب والأمتعة. okay، so we say baggage and we say luggage. lunch يعني هو وجبة الغداء. okay، lunch. next، machine يعني آلة. material مادة. okay، مادة يعني material. next، mood يعني مزاج أو حالة نفسية. next، pleasant يعني nice، جيد، جميل. pleasant، محبوب. pleasant. next، read يعني يقرأ. read. next، stomach يعني بطن. البطن هو stomach. next، yeast يعني خميرة. okay، خميرة هو داك ال substance اللي كتستعمل يعني في العجين. okay، yeast. that's it. إذا الدرس ديالنا اليوم انتهى. okay، شفنا 15 words، 15 كلمة نطقناهم، عرفنا المعنى ديالهم. alright، إذن إلى درس لاحق إن شاء الله. thank you for watching and see you next time.